فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. منقولة الأخبار ساكن في تيبازا ساكن الهش شعيبة. تستعد بلدية شعيبة بدائرة القلعة الأحد المقبل لعملية ترحيل ستعرفه البلدية. تهدف القضاء لسكنة القزيرية ومنتظر أن تعرف العملية ترحيل ما يقارب 85 عائلة لسكنات لائقة ستمس أغلب واحي بن مسعود. بالبركة عليهم والعاقبة لما زالوا وربي فرج الجميع. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.